أما هلأ سلمى رح نحكي عن موضوع يمكن البعض يستغرب، هو الخوف من دكتور الأسنان. البعض يمكن بيأجل كتير جلسات وبيتحمل الألم وما بيروح على دكتور الأسنان. ده بتشوفي هذا الشيء سلمى موجود؟ أكيد فرحية حالة عامة موجودة عند كتير من الناس، ويمكن عنده استعداد يتحمل وجع الضرس لحتى ينخر ويلتهب ويصير بحاجة لدواء التهاب ولا يروح لدكتور الأسنان، وبيعتبره هذا آخر شيء بالنسبة له. أكيد البعض ممكن يستخف بهذا الموضوع، لكن هو موضوع كتير مهم، الخوف من طبيب الأسنان. ليش بيكون هذا الشيء موجود؟ هل هو نتيجة يمكن الخوف من الألم أو خطأ بتعامل الطبيب أو أي مشكلة تعني؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتورة ديانا أقبيق، اختصاص في طب الأسنان. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. خلينا نبلش حديث مع حضرتك، يعني الخوف من الألم، وبنعرف في كتير أشخاص بتحملوا الألم أكثر من غيرهم، فبالتالي بيكابروا على حالهم. نحكي قديه هذا الشيء، قديه وصل لك حالات يمكن بالعيادة الحالة متفاقمة، يمكن لو وصل قبل بوقت كان تعالجت وصار أحسن، ما خسر سنه مثلا. تماما. هلا بداية رح نقول نحكي شوي عن الدنتوفوبيا. شو هي الدنتوفوبيا؟ هي رهاب طبيب الأسنان. طبعا أنا فينا نقول ثلثين الحالات بتجيني المرضى بعد ما وصلوا لمرحلة متفاقمة كتير، تبلش أول شيء الموضوع كتير صغير ونتيجة الإهمال بيكبر. طبعا فينا نقول كمان إنه ثلاث أرباع هدول المرضى اللي عندهم الدنتوفوبيا السبب هو معتقدات خاطئة هن توارثوها عن الأهل، أو قيل عن قال، فلان حكى لفلان إنه طبيب الأسنان عنده العلاجات مؤلمة. هذا الشيء كله أدى لهي الاعتقادات الخاطئة، بغض النظر إذا كان عندهم المرضى تجارب سيئة عند طبيب سابق أو لا. طيب دكتورة، ما فينا نقول نحن بغض النظر، بعض الأطباء هنا بيعملوا مشكلة حقيقية عند المريض وبيعمم هي الفكرة أنه كل أطباء الأسنان هن نفس التعامل، فخلينا نحكي عن دور الطبيب وكيفية التعامل بطريقة صح وبطريقة محببة مع المريض، حتى لو كان فعلا العمل يلي عم يجري على الأسنان هو مؤلم نوعا ما. هلا طبعا اكيد الطبيب كثير له دور كبير، مثل ما هلا حكيت لك من شوي انه ثلاث ارباع المرضى عندي غير انه موضوع قيل عن قال عندهم الفوبيا، كمان كاين عندهم تجارب سيئه مع طبيب الاسنان سابقا، وخاصه بمرحله الطفوله. مرحله الطفوله اذا كان في تجارب سيئه مع طبيب الاسنان بتحفر بذاكرته للمريض، حتى بعد ممكن بعد 20 سنه يضل متذكر هي التجربه وما يروح عن طبيب الاسنان. هلا اكيد المريض، انا بنصح المريض وقت بده يروح عن طبيب اسنان يختار طبيب اسنان هو اول شيء يكون عنده ثقه فيه، طبيب اسنان هادئ متفهم لتوتر المريض، يكون في حوار، يعني في يكون في اريحيه بين المريض وبين الطبيب، يقدر المريض يحكي لطبيبه عن مخاوفه، يعني اهم شيء جو الهدوء فينا نقول، والراحه والثقه اللي بتنبنى بين الطبيب والمريض. كمان دكتورة خلينا نحكي شوي، كمان اليوم التطور ساهم بكتير بحل هي المشكلة، يعني هلأ أغلب دكاترة الأسنان العيادات مجهزة بأدوات اللي هي مع كاميرا، فهو بالتالي بيقدر يشوف عملية دخول هاي الأدوات على تمه، وين المشكلة، كيف عم بيتم علاجها. كمان طريقة خليني أقول تسكين الألم صارت أخف، ما عاد مثل زمان بيخاف من شكل الإبرة وحجمها وليه هاي الإبرة كلها بدها تدخل على تمي، وبتصير عنده كتير أسئلة عن هذا الموضوع. خلينا نحكي عن هاي التقنيات وقديه فادت الأشخاص هلا. تمام. هلا قبل التقنيات حنقول إنه في واجب على المريض وواجب على الطبيب. واجب المريض مثل ما حكيت من شوي لحتى هو يكون مرتاح وما يكون قلق، أكيد القلق بيرفع الأدرينالين عنده للمريض وبالتالي هذا الشيء بيزيد من الألم، فبطلب من المرضى إنه يراجع طبيب هو عنده ثقة فيه، طبيب هادئ، طبيب بيقدر يتفاهموا قبل العلاج، قبل الجلسة العلاجية. هي هذا الشيء بنطلبه من المريض. هلا اللي بنطلبه من الطبيب إنه هو يكون متفهم للمريض. في عنا شيء نحن كنا نستخدمه مع الأطفال، طريقة أو تكنيك بالعلاج كنا نستخدمه مع الأطفال، هلأ حاليا صرنا نستخدمه مع الكبار اللي عندهم الدنتوفوبيا.
هي طريقة تيل شو دو، يعني أنا بخبر مريضي عن كل الإجراءات أو خطوات العلاج اللي أنا بدي أعملها، بعدين بقوم فيها. ممكن أنا أتفق مع مريضي على حركة معينة، يعني مثلا أنا وعم بشتغل للمريض إذا رفع إيده قال لي ستوب أنا بوقف، وهذا الشيء بيزيد من راحة المريض وثقته فيني. هلأ إذا أنا بدي أحكي عن التقنيات اللي أنا بدي أستخدمها غير التقنيات اللي خلينا نقول أو التكنيك النفسي اللي أنا حأستخدمه مع المريض، تقنيات العلاج هلأ أكيد كتير تطورت عبر الزمن، يعني صار مثلا عنا أدوات أقل إيلاما، صارت عنا حتى الإبر اللي نحن عم نستخدمها صارت كتير رفيعة، يعني بتلاقي قطر الإبرة أقل من نص ميلي، وبالتالي عند حقن المريض هذا الشيء ما بيسبب ألم، حتى ممكن أنا أحط له تخدير موضعي قبل ما أنا أعطيه الحقنة أو البنج. كمان هلأ إذا أنا طبعا في درجات للرهاب عند المرضى، في مرضى بيكون عندهم رهاب فظيع فأنا ممكن أوصف لهم دواء مضاد للقلق مثل الديازيبام قبل نص ساعة من العلاج. المرضى اللي أشد قلقاً أو اللي عندهم رهاب أكبر ممكن أنا أعطيهم غاز اسمه أكسيد النيتروز، هن بيستنشقوه مع الأكسجين، بيؤدي هذا الشيء مو لتنويمهم لا استرخاءهم. دكتورة خلينا نحدد أكثر، لما نحن بنتعامل مع الأطفال، حضرتك دكتورة لما بتتعاملي أنت مع أطفال وهذا الشيء ممكن اللي ما كتير بيحبوا أغلب الدكاترة يتعاملوا معه، فشو هي الخطوات اللي ممكن تقومي فيها لحتى تكسبي ثقة الطفل؟ هو عنده أفكار مسبقة دكتور أسنان، يعني إبرة يعني وجع. تمام. هلا انا اول شيء بحاول ركز على الاهل، انه هن المفروض التوعيه تبلش من عند الاهل، تمام؟ وتكون في عنا زيارات من قبل الاهل وطفلهم لعياده طبيب الاسنان وقت يكون الطفل بسن مبكره، اوكي؟ حتى لو هو ما كان عنده مشاكل بس ممكن ياخذوه عن طبيب الاسنان كتشيك اب او زيارات دوريه متكرره مشان يبني مثل تجربه جيده الطفل مع طبيب الاسنان. طبعا انا بنصح انه اذا كان الطفل عنده كثير معالجات نبلش بالمعالجات الاصغريه، يعني اللي هي ممكن تنظيف سن، ممكن نخور صغيرة، بعدين بنبلش بالمعالجات ممكن تكون أكثر إيلاما بس ليكون الطفل أمن شوي بطبيبه. أكيد أنا عن نفسي إذا صغيرة ولا كبيرة إذا بدي أشوف وش الدكتورة ديانا فحروح وأنا مرتاحة، يعني مرتاحة. أكيد هذا كمان بيلعب دور قديش الطبيب، ما رح نقول أنه أنت نغاز لك على الهواء أنه أنت جميلة ومريحة، بس أنه بشكل عام الراحة النفسية بتخلق جو للعيلة كلها سواء إذا كان عندهم نفس الطبيب. هلأ أنا مثلا بتذكر أحد الأطباء أنا وصغيرة كان مزعج، فأنا ما كنت أكره روح على دكتور أسنان مع أهلي، بعد ما كبرت أنا جرب الله يطول بعمره إذا كان عايش، هو كان كتير كبير وأنا وصغيرة فما بعرف هلا يعطي طولة العمر والله يرحمه إذا توفى، بس إنه كمان مهم إنه أنا أختار طبيب يكون عنده راحة نفسية، سهولة تعامل، ما عدنا مثل زمان. هلا هذا الجيل صار بيشوف كتير شغلات، هذا كتير مهم. وبالتالي كمان الأدوات المتطورة منها اللي هي الأدوات الكهربائية اللي صارت موجودة مثل الفراشي الإلكترونية، قدمهم إن أنا أعلمهم على هيك شيء ولا أنت ما بتنصحي بهذا الموضوع؟ هلأ إذا نحن بدنا نقارن بين فرشات الأسنان الكهربائية وفرشات الأسنان اليدوية من ناحية التنظيف، إذا نحن استخدمنا فرشات الأسنان اليدوية بالتكنيك الصح فاثنيناتهم هن بيقوموا بعملية التنظيف بشكل متساوي، لكن أغلب المرضى عنا ما بيعرفوا يستخدموا فرشات الأسنان، ما بيعرفوا فرش أسنانه تماماً، فلهيك نحن ممكن ننصح بفرشات الأسنان الكهربائية لأنه هي فيها حركات اهتزازية ودورانية، هي الحركات بتنظف جميع أسطح الأسنان، السطوح الملاصقة اللي هي بتكثر فيها النخور، بتزيل طبقة البليك بشكل مضاعف وبتزيل الترسبات القلحية بشكل مضاعف. ممكن أنا مثلا عندي مرضى تقويم الأسنان، هدول كتير في عنا مشكلة بتنظيفهم لأسنانهم، دائما بتلاقي في طبقة بليك تحت الحاصيرات كلها بتأدي لنخور وتسوس، ممكن انصح فيه انا مرضى تقويم الاسنان. ممكن كمان ننصح بفرشات الاسنان الكهربائيه المرضى اللي هن محدودين الحركه، تمام؟ فهي بتكون اسهل لهم. دكتوره اذا بدنا نحكي عن العنايه بالاسنان يلي يعني يمكن هي لازم والمفروض تكون صارت ثقافه كثير عامه عند كل الناس ويعلموا اطفالهم على هذا الشيء، بالنسبه للاطفال كيف نعتني بالاسنان؟ انه صعب الطفل نقنعه يفرش لمده دقيقتين وبطريقه صح، بدنا نكون نحن اجباري كمراقبين للطفل حتى بحاله فرشايه الاسنان.
تماما. هلا مثل ما حكيت من شوي انه التوعيه بتبلش من عند الاهل، يعني هنن الاساس، هنن اللي بيعودوا الطفل على تنظيف الاسنان، بيخلوه عاده عنده، هنن اللي بيعودوا الطفل وبيرغبوه بحببوه بطبيب الاسنان بالزيارات الدوريه المتكرره. هلا لانه في عنا معتقدات كثير خاطئه انه الاسنان المؤقته هي غير مهمه، حتى لو صار فيها نخر اوكي هي راح تنشال بعد فتره. هذا المعتقد كثير خاطئ، لانه فينا نقول انه الاسنان المؤقتة هي اللي عم بتأمن بيئة لنمو الأسنان الدائمة، يعني إذا كان بيئة جرثومية أسنان دائمة غير صحية، إذا كانت بيئة صحية فأسنان دائمة فعلاً قوية ومتينة. هذا الخطأ كثير منتشر دكتورة فعلاً، الأسنان الدائمة والأسنان اللبنية وإهمال كثير كبير للأسنان اللبنية، وإذا ظهر نخر سلمى بكرة بيروح النخر وتطلع الأسنان الجديدة الأسنان الحلوة. هذا نوع من الأفكار الغلط. شو فينا نقول كمان لسه في أفكار خاطئة دكتورة ممكن الأهل يتبنوها وفعلا ينقلوها لأطفالهم؟ هلا غير انه الخوف من طبيب الاسنان، غير انه الاسنان اللبنيه، كمان في عنا ممكن يشوفوا الطفل مثلا عنده عادات خاطئه ويتركوها ما يصححوها. يعني ممكن الطفل يضل عمر الخمس والست سنين مثلا عنده عاده مص الاصبع لنفترض، هي العاده بتؤدي لبروز بالفك العلوي ولعضه مفتوحه ولمشاكل تقويميه. ممكن في عنا عادات انه ينام الطفل معه زجاجه الرضاعه، يضل هي كلها بتعمل نخور طفوله مبكره، واللهاية اكيد كمان بتعمل مشاكل بالبعد العمودي تبع الفكين. لسه في عادات أسوأ يمكن، هي اللي بيعتبروها أنه ليكو شو قوي شال الغطا بسنانه يعني مثلا، أو عض هي القصة ففتح قنينة الكولا بسنانه مثلا، هي كتير كنا نسمع عنها نحن وصغار وقديه بتعمل مشاكل يعني. أو الجوزة مثلا كسرة بسنانه، هي كانت موجودة عند العادات القديمة، حماية رايحة تخطب تعطي كسري لي هالجوزة لتشوف سنانه قوية أو لا، يعني كمان هي العادات قديه سيئة. طبعاً كتير سيئة، بعد فترة بيركبوا بدلة متحركة بيتكسروا الأسنان كلهم. فصفصة البزر طبعاً انت يعني بفصفصة البزر عم نمارس دور حتى على الأسنان، بعد فترة بيتغير شكل الأسنان وبصير فيهم تصدعات مجهرية لمينا. طب شو الحل؟ أنا بحب البزر، شلون بدي أكله إذا ما بدنا نفصفص البزر؟ شو الحل؟ جيبين فصفصة ما في إلا فصفصة يعني، مو دايماً بتلاقي يعني دايماً نحن منقول أي شيء بكميات أصغرية فينا نعمل كنترول عليه. يعني بعد بدل كيلو ناكل وقيه ماشي الحال. دكتوره الناس اللي عامله وجوه فينير وهن بيعطوا ابتسامه ولون كثير حلو، لكن بيهملوا فرشايه الاسنان على امل انه احنا عملناها اللون حيضل نفسه وما في اي مشاكل للاسنان. خلينا نوضح هدول كيفيه الاعتناء باسنانهم، هل هي نفس طريقه الاسنان العاديه والطبيعيه او يمكن الاعتناء لازم يكون مضاعف او كيف؟ طبعا هلا الاشخاص اللي مركبين العدسات او القشور الخزفيه هن اشخاص معرضين لاضعاف الريسك تبع النخر اكيد، لانه عندنا القشره الخزفيه هي بالنهايه جسم غريب، هي عم تساهم بتجميع طبقه البليك او طبقه اللويحه الجرثوميه، هي بتؤدي لزياده النخور. فاكيد المرضى اللي هن عاملين الفينير لازم يكون في عندهم اعتناء اكبر، مو بس فرشايه الاسنان، لازم يستخدموا خيوط سنيه، لازم يستخدموا مضامد فموية، ولازم يعملوا تشيك اب عند طبيب الأسنان كل 4 أو 6 شهور. طيب كمان دكتورة التقويم، يعني نحن بنعرف انه التقويم ببلش من عمر صغير عند الأطفال، وحكينا يمكن سابقا انه صار في انواع تقويم جديدة وشكلها جمالي بالتالي ما بيخجل من نفسه، ولكن العناية الطبية والعناية الصحية بالبيت قد ايه مهمة للي بيركبوا تقويم؟ طبعا كمان التقويم جسم غريب، الحاصرات الموجوده كمان هي كلها اجسام غريبه، دائما الجسم الغريب بالفم هو بيزيد من تجمع اللويحه الجرثوميه، لانه نحن الفم هو اصلا فيه جراثيم انتهازيه عند اي ضعف بالسن او عند اي جسم غريب موجود. صحيح. بالفم هو بتزيد من تكاثره، فاكيد مرضى التقويم كمان هن من المرضى اللي لازم يضاعفوا الاهتمام. فرشاه الاسنان الكهربائيه منيحه لمرضى التقويم. دكتوره كنا نسمع عن الاشخاص اللي عندهم تقويم اسنان، لما بيقيموا التقويم ممكن نشوف اختلاف اللون اللي كثير كبير،
محل التقويم وتحت الأسنان. وهون نسمع تبريرات كثيرة إنه ممكن طبقة المينا انشالت لما نحنا شلنا التقويم، ممكن بحاجة لتبييض ليزري لحتى يرجع الأسنان، كثير من المقولات. شو الصح بهذا الموضوع؟ لا هلأ هو التصبغ اللي صار، نحنا الحاصرات الحاصرات المعدنية عفواً تبع التقويم، نحن كيف ألصقناها على الأسنان؟ نحن استخدمنا مادة سائلة من الكومبوزيت، تمام؟ الكومبوزيت هو عرضة للتصبغ، يعني مع الأطعمة مع المشروبات عرضة للتصبغ، بس المريض بيكفي إنه بعد ما يشيل التقويم يعمل تنظيف للأسنان عند الطبيب، بيمشي الحال طبعاً إذا هو كان مهتم بنظافة أسنانه خلال مرحلة التقويم، وهي التصبغات هي ما لها نخور، بيمشي حاله بس بالتنظيف. طيب دكتورة كمان خلينا هيك نعطي شوية نصائح اليوم لكل يلي عم يحضرونا بشكل عام عن العناية الفموية. هلأ نحن كمان فصل الصيف، تكتر البوزة والسكريات والمشروبات الباردة أهم. يعني أنا بعرف مثلا أنه لازم الواحد يفرش أسنانه مثلا مرتين أقل شيء باليوم، ضروري بعد وجبة الغداء ولا لا مثلا بعد ساعتين من وجبة الغداء؟ هي التفاصيل قديش مهمة كمان الناس خلينا نذكر فيها. هلأ أنا برأيي إنه أهم شيء بالعناية هي الزيارة الدورية والمتكررة عن طبيب الأسنان. ليش؟ لأنه طبيب الأسنان بيكشف لنا مشاكل نحن ممكن ما نكون حاسين فيها. دائما مشاكل الأسنان وقت بتكون صغيرة المريض ما بيحس فيها، طالما ما في ألم عند المريض فهو ما بيراجع طبيب الأسنان، وبالتالي بيهمل هذا الموضوع، ممكن يتفاقم المشكلة. نحن بنبلش بالمشكلة هي وصغيرة حتى نتفادى العلاجات الكبيرة، تمام؟ هلأ أنا لأ على موضوع أنه بس مرتين باليوم، لأ فرشات الأسنان هي المفروض تكون بعد كل وجبة طعام. كل وجبة طعام أنا تناولت الطعام شان ما يضل في طبقة من اللويحة الجرثومية، أنا بقوم بفرشات الأسنان. طبعاً في شيء بدي أقوله إنه مثلاً أنا إذا بدي فرش الأسنان بعد الطعام، إذا كنت أنا أكل شيء مثلاً حامض ما بصير فرش الأسنان غير لبعد 20 دقيقة مشان ما أكون عملت تأثير ميكانيكي وتأثير كيميائي على السن. أكيد أنا بنصح أنه مو بس فرشات الأسنان هي كافية، أكيد استخدام الخيوط السنية، وكمان عنا استخدام المضامد الفموية كمان للحفاظ على صحة اللثة لأنه هي من النسج الداعمة للأسنان. أكيد نشكرك كثير دكتورة ديانا على كل المعلومات اللي قدمتيناها، وكل التوفيق لك يا رب. شكرا لك دكتورة، كل المعلومات اللي قدمتيناها. لهون سلمى بنكون وصلنا لعنا.